مرحبا بكم في منصة تعليم الإلكترونية. تم تصميم نظامنا لنقل المعرفة بشكل سلس وسريع، يتبنى البيئة التعليمية الإلكترونية لتحقيق أهداف مؤسستك وزيادة مهارات القوى العاملة من خلال البرامج التدريبية المميزة. تم تنسيق مكتبة تعليم التدريبية المتكاملة لتتناسب مع احتياجات الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي والوطن العربي، لتتوافق مع سياسات احتياجات التوطين ورفع مستوى القوى العاملة المقيمة. نرحب بكم في دورتنا التدريبية الإلكترونية تنظيم وإدارة الاجتماعات الرسمية. تسعى هذه الدورة التدريبية إلى تدريب المشاركين على تنظيم وإدارة الاجتماعات الرسمية وطرق التحضير الجيد والإدارة الفاعلة للاجتماعات والأسباب التي تقف وراء فشل أو نجاح الاجتماع. تركز هذه الدورة التدريبية حول كافة المواضيع والمهارات التي تتعلق بتحضير وتنفيذ ومتابعة الاجتماعات الرسمية، وتستعرض أفضل النماذج والطرق والإرشادات لتنظيم وإدارة الاجتماعات، كما تركز بالتفصيل على الأدوار الأساسية لكافة الأطراف المشاركة بالاجتماع، بمن فيهم رئيس الاجتماع والمشاركين والسكرتارية. أهداف هذه الدورة التدريبية: تتضمن هذه الدورة 10 جلسات تدريبية تتركز حول المواضيع الهامة التالية: ما هو الاجتماع؟ ما الهدف منه؟ عناصر الاجتماع، نماذج الاجتماعات، أنواع الاجتماعات، مراحل تخطيط وإدارة الاجتماع، تحديد أسباب وعوامل الاجتماعات الفعالة وغير الفعالة، دور رئيس الاجتماع، دور المشاركين بالاجتماع، دور السكرتارية، مهام التقييم والمتابعة. السيرة الذاتية للمدرب: محمد أدهم السيد، مستشار ومدرب وخبير دولي في مجالات التواصل والإدارة العامة والعلاقات العامة، كان المسؤول عن تخطيط وتنفيذ وإدارة وترويج العديد من المشاريع والأنشطة والفعاليات والمؤتمرات والمعارض التي نظمتها العديد من المنظمات في الشرق الأوسط والعالم، كما كان مسؤولاً عن تطوير العديد من استراتيجيات التواصل الداخلي والخارجي في أوروبا والشرق الأوسط. بالإضافة إلى ذلك، قدم العديد من الدورات التدريبية الداخلية والخارجية في العديد من المجالات، بما في ذلك إدارة التواصل ومهارات العلاقات العامة ووسائل الإعلام الاجتماعية والمهارات الإدارية والسلوكية وإدارة النزاع وإدارة الفاعليات ومهارات الكتابة والعروض التقديمية. التقييم: تم تصميم دورات تعليم الإلكترونية لتقدم تجربة تدريبية سهلة للمتدربين الحريصين على اكتساب أقصى مستويات المعرفة من خلال وسائل نقل المعرفة عبر الإنترنت، كما تقدم منصة تعليم للمتدربين المحتوى الأمثل والمصحوب بالاختبارات التي تساعد في تسهيل التجربة التعليمية. الشهادات: بعد الانتهاء من الدورة التدريبية يتم الحصول على شهادة إكمال الدورة التدريبية بنجاح. شكراً لاختياركم خدمات منصة تعليم التدريبية.